أكثر ما يخشى منه في الاقتتال المتواصل بين ميليشيا قسد ومجلس دير زور العسكري هو أن تنزلق منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا إلى حافة الهاوية، ويتحول الاقتتال الجاري بين ميليشيا قسد وأذرعها الإرهابية إلى أبناء المنطقة أنفسهم، والذين أصدر بعضهم اليوم بيانات مصورة من دير الزور وريف حلب وعفرين ورأس العين، معلنين من خلالها أن فير العام ضد ميليشيا قسد. فماذا جرى حتى بدأت كرة النار تتدحرج إلى داخل المكون العربي؟ المعلومات تفيد أن القيادات داخل مجلس دير الزور العسكري الذين اعتقلتهم قسد مع القائد أحمد الخبيل ينتمون إلى كبرى العشائر في سوريا، أي البجارة والعقيدات، وهاتان العشيرتان أعلنتا حالة الاستنفار ورفع الجاهزية القتالية ضد قسد في حال لم تطلق سراح المعتقلين خلال مدة أقصاها 12 ساعة. لحد الآن بدت هذه التهديدات مفهومة وواضحة، وإذا ما تحققت من المفترض أن تترجم إلى معركة ضد ميليشيا قسد، وطبعا لطالما كان ذلك مطلبا لكل السوريين الأحرار في أن تعود صحوة المكون العربي ويستعيدوا مناطقهم من ميليشيا إرهابية. لكن من قال إن تحقيق هذا الأمر سيكون بهذه السهولة وأن أبناء المنطقة من العشائر على سوية واحدة؟ فقد يغيب عن الكثيرين أن العشائر التي أصدرت بيانات تحذيرية واستنفارات هي جزء قليل من عشائر أخرى كعشيرة شمر وغيرها ينضوون تحت غطاء قسد ويقاتلون معها أيضا، وبالتالي فإن خلط الأوراق الذي عملت عليه قسد لسنوات ونزعها اليوم صمامة أمام المنطقة سيقود في نهاية المطاف إلى اقتتال بين الأخوة والعشائر المنقسمة بين أذرع قسد كما يرى البعض وحذر منه الكثيرون. فهل يعي أصحاب الاستنفارات هذه المسألة الخطيرة؟ أليس من الأولى قبل كل شيء أن تكون صحوة العشائر إن تحققت أن تنطلق أولاً من مبدأ توحيد الكلمة والصفوف؟ أليس ما تسعى له ميليشيا قسد اليوم بذريعة حملتها الأمنية على مجلس دير الزور هو لتفتيت كامل المنطقة والسيطرة عليها وتفريغها من أبنائها؟ فلماذا لا تقف اليوم كل العشائر على موقف واحد وتنبذ كل تلك المشاريع التي يتفرج عليها التحالف الدولي وتطلب من أبنائها الانسحاب من عباءة قسد وذراعها في المجلس العسكري بدلاً من تحقيق رغبات تلك الميليشيات في نقل القتال بين أبناء العمومة والأخوة؟